كل شيء الموند. رجع الموند تبارك الله. هاتهم الموند. السلام عليكم متابعين قناة الطبخ مع عز العبدي. أباكم العبدي راه كان غايب، هاي كان في سنغافورة. يلا جيت دخلت البلاد. المهم جيت باش نتقدى لبنياتي شوية الخضرة. اليوم راه السبت والبارح السوق. أنا كنت غايب، كان عندي واحد الكونترول ديال واحد الدكتور في مدينة الدار البيضاء ديال هادشي ديال اش كنقولوا حنايا الامعاء على حسب القول والعصبي. المهم مرحبا بكم. اليوم جيت عاد عبد الجليل رنسيبي راجل بنت خويا والد راه والد عمها ثلاثه مسمار شحال دقيتو ليه في العنقره عمره ما يتفاوت عليه. سي عبد الجليل الهتهوت انا غادي نتسنى ولا حضر الدنا اخو عبد العالي. المهم مرحبا بكم. شحال هذا الموز؟ شحال؟ 400 كيلو. انا غندي على وحده صحه وراحه. بشحال؟ صحة وراحة. او بشحال؟ خير موجود. ايوا انتم تصنتوا الخير موجود في جمعة تحيم. شوفوا كل شيء عندنا في جمعة تحيم موجود الا حاجة وحدة تنكون انا وياكم ونخبركم في ودنيكم. مرحبا بكم. خبرهم خبر. مليح لا ديجما تحمل فالفقر. كيدير السوق عبد الجليل؟ كلشي خير موجود. كاين خير. هاي راه كلشي رخيص. شوفوا خو المدون وجو الجمعه. راه وجوها ديروا على العراس. مرحبا بكم. كلشي رخيص. اللي بغى يدير عرسو يجي عندنا. انا خويا شتو معكر اكثر مني ملي كنت في يامي. شحال التفاح؟ 10 دراهم. 10 دراهم ولقيتو عاود 80 ريال في الدار البيضاء ولكن لاوي. ما يكونش بحال هذا معكر. لا هذا معكر. هادشي عندكم زين. هادشي زين. هادشي بالنسبه للدجاج هو مغسول مصوب ناشف على حقه وطريقه 14 طير مغسول بالطريقه اللي قلت لكم ديال الحامض والبصله والسكنجبير. صافي بعد ما غسلته مزيان ونشف كيف ما كتشاهدوا منقي حيد ديالك اللحمه من الداخل الريال. المهم المسائل دابا ان شاء الله باش غادي نجمعوا ليه العطريه. هنا كيف قلت لكم تحت الطلب ديالكم عندي جوج لوقيات ديال السكنجبير في 14 طير. جوج لوقيات اللي ما يعرفش لوقيه العطار يوريها ليه. تقولوا العطار مثلا جوج لوقيات هذه عطريه بالنسبه ديال هذا 14 طير. بالنسبه اربعه الحطات يعني ثلاثه الطيور في التبصيل كيف ما كتشاهدوا. وهنا عندي 10 دراهم تقريبا 10 دراهم ديال بسيبيزا. انا عندي اللحم والدجاج 10 كيلو ديال اللحم والدجاج قسمت هذا 20 درهم قسمتها على جوج هذه بسيبيزا. هنا عندي تقريبا واحد نص رابعه ديال السمن ربما زايده شويه. هنا عندي وقيه ديال طلبزار جوج وقيات ديال الخرقوم بلدي. ديما كندير قد الخرقوم بلدي قد السكنجبير الملون ضروري باش على حسب اللون. وهنا تقريبا واحد الغرام ونص ديال الزعفران وزدت الضماد ديال الزعفران وثلاثه الحامضات ثلاثه الحامضات درت جوج حامضات مرقدات وحامضه سميتو حامضه خضراء. هنا طحنت تقريبا واحد اربعه الروس ديال الثومه اللي طحنت. هنا باش غادي نصفيهم كيف ما كتشاهدوا بسم الله كنطحنها نغسلها ونطحنها بالجلوف ديالها وكنصفيها بهاد الماكينه وتابعونا بعد ما نطحنها ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا كتبقى لي الجلفه الفوق وكنشلل هذاك الكاس اللي طحنت فيه ديال مولينكس وكنعاود ندور في يعني في الاتجاه المعاكس هانتوما كيف ما كتشاهدوا. صافي هنا كتبقى لي غير الجلفه معزوله وما هي الجلفه راه بنينه هادشي اللي كاين. وعندي اربعه القبطات ديال المعدنوس اربعه القبطات ديال الربيع درت ثلاثه معدنوس وواحده قزبر حتى ما غنطحنهم ونضيفهم عليهم. هنا نجمعت العطريه كامله كيف ما كتشاهدوا بسم الله على بركه الله. واحد الريحه طالعه ديال الزعفران والسمن
وهنا غادي نضيف واحد القليل تقريبا، غادي نزيدو واحد الكاس، كاس ديال اتاي، ما كاين لا عنبه ولا كرموس، المهم كاس ديال اتاي ديال زيت الزيتون. صافي باش غادي نشرمل زيت الزيتون، ما تخافوش منه، ما ديروش غير الزيت النباتي، الزيت يعني العادي اللي كنطيبوا به زيت المائده، اي نوع ما ديروش، زيت الزيتون ماشي مشكل، زيت الزيتون كيعقد هاد الاقامه، كيعقدها باش ملي كندهنوا بهاد الدجاج كيعطي واحد النسمه اللي هو زوينه، لانه هو زيت زيت غنقولوا حنا زيت طبيعي ماشي مصطنع نباتي، زيت الزيتون راه طبيعي بالضبط. صافي ان شاء الله انا غادي نحط الدجاج هنا، غادي نزيد بعدا واحد الكاس انا غنوريه لكم. ها هو زيت الزيتون، بسم الله. المهم عيني ميزاني، انا قلت لكم كاس، بسم الله. شوفوا الاقامه كيفاش كتولي، ها انتوما كندخل لي الاقامه مزيان بهذا الشكل. انا غنعاود ندير معكم واحد اخر باش تشوفوا انه راه غادي يشد اللون. ها ها انتوما كيقول لك لا حقه الزيت ما ديروش، اه ما كنديرش، ما كنديرش الزيت النباتي، انا هو اللي ما كنديرش. صافي كندخل لي العطريه مزيان، والطريقه ديال التفرشيخه ديال الكاشوش ها هيايا، وديال الضلوع باش يطردقوا هي هذه. صافي هنايا كتدخلوا الرجلين مع بعضياتهم كيف ما كتشاهدوا، وكتبداو تحطوا فروج على فروج، كدور هاد التير كامل واتجاه الاخر كيدور معاكس، وتابعوا ان شاء الله انا غادي نوريكم الشكل النهائي. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي انا كملت هاد 14 طير، ها انتم ها جوج ها 4 ها 6 ها 8 ها 10 هاد جوج هنايا ها 12 ها 14 14 طير. تحية لسي عبد الحليم الصديق ديالي، الله يحفظه ويجازيه بخير. وكي قلت لكم راني غادي نطيب هاد الطياب وغادي يجو هما يدو يحطو بحدهم. انا دابا الربعة ديال الصباح قسما بالله ونطير على بناتي الى الربعة ديال الصباح، ما دخلتش بكري في الليل، وكان عندي شي غرضات خصني نمشي نقضيهم على ود باش يعني غدا تاني ما عنديش الوقت، خصني نخدم نطيب لهذا السيد ونمشي لاسفي، غادي نجيب واحد الكوليه صيفطت لي واحد المتسبعه من الديار الفرنسيه الحاجه حكيمه، هي والام ديالها الله يخلف عليكم وعليها. المهم خصني نشرمل هاد الدجاج، جيت انايا يعني كان في الدار، صوبوا لي الدار، غسلوه، نقاوه، قادوا لي المسائل ديالته. دابا انا درت لي العطريه كيف ما شفتوا، ها انتم ها العطريه، لاصوص اللي بقى ما غاديش نفرغوا عليه لان باقي الوقت ما غاديش نطيبوا. تقريبا دابا كي قلت لكم الربعة الصباح انا ما غنبدا فيه حتى لديك 8 ديال الصباح عاد غادي نطيبوا، هو اللحم 10 كيلو ديال اللحم. دابا انا شرملته نخليه يشرب هاد اللقام، وهنا قبل على بوكم العبدي غنطيح في وسط الطنجره، والله العظيم لا غادي نطيح وسط الطنجره، الروايد ما بقى يدورو من الخميس اللي فات، الخميس غدا هذا صباح اليوم 8 ايام، الحمد لله والشكر لله، خدمنا عند الحباب عند المتتبعين عند الجواد ولاد الجواد، وتنتوما تاخذوا الفكره وتاخذوا تستافدوا الى عندكم شي مناسبه وتعرفوا شنو غادي ديروا، راه ماشي غير غنوريكم مثلا عاد طياب طياب طياب، راه تنتوما عندكم الاولاد وعندكم البنات وغتعرفوا مثلا 60 طير شحال غادي تمشي لكم من طابله فيها 20 طير 20 طابله بثلاثه طيور، 60 طير بثلاثه طيور كتجيب 20 طابله، 90 طير كتجيب 30 طابله كتوكل 300 ديال البشر، 60 طير فيها 20 طابله كتوكل 200 ديال البشر، 30 طير كتوكل 10 طوابل فيها 100 ديال البشر، 120 طير كتوكل 400 ديال الناس. يعني هنا كتاخذوا هاد الافكار كافكار، كنوروكم كنبسطوا لكم الامور. مثلا عندي هاد 4 طوابل 8 كيلو بجوج كيلو راه كافيه، لان كاينين 3 طيور وبنادم راه شوفوا كل خيره في محاله، والبساطه راه هي اهم شيء، البروتوكول الخاوي راه ما كاينلاش، الانسان الجوده كتفرق على الايام، الا عندي وليدات وعندي عائله نخسر شويه وناكل شويه ونخبي شويه لدوائر الزمان،
الا مرض لينا الله يحفظ شي واحد نصيبو باش نعالجوه، ما غنديروش الصينيه ونطيحو في الدروبه نطلبوا ليه تعالى باش نعالجوه، لا لا، بنادم يضرب ويراعي. انا كنعطيكم غير كنصائح وانتم لكم واسع النظر كيف كيقولوا في المحكمه. دبروا روسكم، انا طباخ مناسبات، ملي كيجي عندي مول العرس والله القسم الا كان عرفتي كنصحو شي نصائح اللي ما كيكونش وعدو في الدماغ، كنقول له ودي لا ما راه هذه زعما باش ما عطى الله، والجود راه كتفرق عليا، مضروب وراعي محالك، ابقى جابر، ماشي تهز الكريدي باش دير عرس باش توكل الناس، راه لا انت ولا انا كطياب ما عمرنا غنتشكرو، راه قليل من الناس اللي كيكون فيهم شويه الاداب، شويه الصواب، وشويه حسن المعامله، كيقولوا واحد الكلمه طيبه، علاش؟ كيقول لك الطير الحر كيشكر مباتو، إلا مشيتي عند الناس ولا حطوا لك عطر في ديال الخبز واحد كويس ديال اتاي، قول الله يخلف وتهلاو فيا، ما نبقاوش نوسعوا فهمنا حتى لودنينا. ما دارش وما دارش وهذيك ما كانتش وهذيك ما كانتش، وما تبقاوش تحرجوا في بعض الطباخات او الطباخه وتبقاو تفلسفوا عليهم، لان الاغلبيه كنلقاوهم، انا ماشي كنوجه لكم انتم يا الاصابع الاتهام، لا، كنوجههم لبعض الناس المتطفلين اللي كيمشوا لبعض اللامات وكيبغوا يخشوا صباعهم بالهضره الخاويه. شوف الانسان الا كان قد فمه خصو يكون دراعه ماضي، الا كان لسانه طويل وفيه الهضره وفي محله يكون دراعه قد فمه قد دراعه، بحال باكم العابدي، انا راه ما نكذبش عليكم، ما كنقولش شي كلمه الا ما كنتش واثق منها وما كنتصنتش، كنشوف باش نتاكد من بزاف ديال الحوايج اللي كتخصني في مجال ديالي ديال الطبخ. انا كنوريكم الحقيقه، ما كنكذبش عليكم، ولا عطيتكم المقادير كنعطيهم لكم مضبوطه، ولا وريتكم الاسرار كنوريهم لكم من القلب ديالي، باش الجزاء تانا يكون عند الله سبحانه وتعالى، لان هاد الاسرار وهاد النصائح اللي كنعطيكم راه كنتقاضى على واحد المقابل، الاجر من عند الله والثواب، وراه كناخذ حتى انا شويه ديال الفلوس نسبه الارباح من اليوتيوب على هاد الشيء اللي كنعطيكم، باش نكونوا واضحين. انا ما عطيتكم ما قطعت ما ريشت ما قلت لكم هذا دار ولا داك، وراه فيا ما نشد انا على تليفون ونبقى داوي بحال بحال بزاف ديال القنوات وعادي ونطلع المشاهده والكذوب الخاوي، لا، راه الله كاين والموت حق، وسمحوا لينا احنا عاجمعنا معكم وندوع معكم ونبسطوا معكم ونوريكم الاسرار ديال الطبخ، وانا الله الله يعفو عليا، الله يسل الشوكه بلا دم، الله يجعل هاد الحرفه تسل مني ما تسلت الزغبه من العجينه، كنطلبها من عند الله الصباح وفي الليل وفي العشيه وفي كل وقت، كنقول يا ربي تفرق ما بيني وبين هاد الحرفه قد ما تفرقت السماء من الارض، لان فيها التعب وفيها تماره وفيها اش غنقول لكم، فيها المسؤوليه وفيها معاناه وفيها تنقل كثير، وانا راه كطباخ متجول راه كنمشي كل منطقه وبحال القابله كنقبل على الناس، الناس الله يكون في العون، ماشي واحده، راه كاين اللي عنده الضيق، كاين اللي عنده اتساع، كاين اللي كنخدموا في عشه، كاين اللي كنخدموا في كوري، كاين اللي نخدموا في زريبه، كاين اللي نخدموا في مراح، كاين اللي نخدموا في سطح، كاين اللي نخدموا في كراج في الزنقه، كاين اللي نخدموا في قاعه، كل واحد كيفاش كنخدموا ليه، وكل واحد المستوى ديالو، لان الارزاق راه مفرقه، وكل واحد، راه كاين اللي مسكين عكاري، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ساكن في بريكه، كاين اللي ساكن المهم الناس معشه ومستقره. الا حللتوا الكلام اللي كنقول لكم بالمنطق غتعرفوا كلامي راه على صواب، ما حللتوش انا كنوجه هاد الكلام للناس اللي واعيه، اما اللي ما واعيش راه غيدوز يقول شي كومونتير كيوجهو غادي يزيد، بحال واحد الكومونتير كيجيني من جنابي وانا عرفت مولاتو، وكون عارف شي وحده اللي هاي شي حاجه وشان وشي وحده اي بنت الشان والمرشان وبنت العايله اللي قال واحد غادي تحشم منها العين، وابنيتي وابنيتي راه كل واحد بلاكسو معلقة على ظهره، وكل خروف ابنيتي قبيله باه معروف، انا كنعرف بوك شكون ونعرفك انت شكون وشكونك انت، وانت كتعرفيني انا شكون وولد من انا وبغيت نكون انا، وراه احسن منك بألف درجه، راه التجاره ما تسويش قدامي تاديك البشنيخه اللي غنقي بها سناني، بلا ما تبقاي دور ليا بجنابي ولا غنلبسك شي سروال طويل في اليوتيوب، نخلي اللي ما شرب بنيتي يتفرج فيك، ولا ما نديرهاش عارف يا بنيتي هاد الزغب اللي في وجهي راه نايض في الخلا، ما عمرو كان نايض في وجهي، وتحيه لخوتي المغاربه، طولت عليكم مقام قيمه. هنا هانتوما دابا بعد ما صبح الصباح ان شاء الله، انا بديت الدجاج ديالي يطيب، نخليه يطيب الطريقه اللي عندي، ما كنديروش على ما كنقلبوش، ديما كيبقى على الصدر ديالو، بعد ما كتغلى عليه الطنجره كنثقبو مزيان من الفخاد من الصدر مزيان
باش يخرج داك الدم ديالو ديك الماء صافي. وكنضيف ليه الزيت النباتي وشويه زيت الزيتون وكنخليه حتى يطيب. ملي كيطيب راه كيوقفوا ليه هاد العنيقات هذا، شوفوا كيوقفوا وكيتبدل حتى في اللون ديالو صافي. كنحيدو غادي نضيف ليه البصله ان شاء الله ونشربو وندير ليه الضرميره. تابعونا ان شاء الله حتى يطيب الدجاج. هنا دابا بعد ما غلات الطنجره كيف ما كتشاهدوا غادي نخرج الدجاج او نثقب الدجاج ونضيف ليه الزيت. نثقبوه مزيان بهذه الطريقه باش تدخل لي ديك اللقامه مزيان. انا طيبته اليوم غير على البوطه، ما درتش فاخر لان الدار عندي ضيقه شويه. هنا هانتوما الزيت بسم الله. تقريبا ضفت واحد شي كميه ديال جوج كيسان على الكاس الاول بحال ثلاثه الكيسان، وغادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت النباتي بحال شي اربعه الكيسان ديال الزيت، ثلاثه زيت العود او زيت زيتون، واحد زيت نباتي. هذاك الزيت النباتي نقدر نضيفو دابا، نقدر نضيفو من بعد ملي ندير البصله ونبغي نطيحها. ملي طيح البصله مثلا وتشرب داك المويه ديالتها ديال اللي طابت فيها، نضيف داك الزيت باش تقلى فيه تعطيني ديك الطوع ديال الدغميره وديك التعليكه ديالتها وتلقي دامها. تابعونا ان شاء الله. المهم دابا انا درت ثلاثه الكيسان، جوج دابا وواحد شرميل ديال الدجاج. هنا بالنسبه للدجاج بسم الله، ها انتوما الدجاج هو طاب، العنق ديالو كي قلت لكم هو وقف كيف ما كتشاهدوا، ها العنيق ديالو وقف. ملي وقف هذا العنق صافي الدجاج راه طاب. وملي كندخل صباعي بحال هكايا كنعرف الدجاج راه طاب، ما قلبته ما والو. مع التخراج المستمر ديما بحال كنخرجوا مثلا شي جوج المرات حتى لثلاثه على حسب، باش شوفوا الشوكه كي كتدخل سهله صافي ما كيبقاش يخرج منه داك الماء. صافي طاب الدجاج. دابا ان شاء الله باش غادي ننزلو ونصوب البصله ديالتي طيح. القنيسات راني سلقتهم وقطعتهم، هما هادو القنيسات انا سلقتهم بالطريقه اللي وريتكم في الفيديوهات السابقه، بشويه ديال العطريه باش كتحيد منهم ديك الزفوريه وديك الغاليه كتحيد منهم ديك الزفوريه. نغسلهم نصفيهم نغسلهم وعاد نقطعهم. هنا بالنسبه للزيتون انا كنطلع فيه الغاليه ونسلقو هذا بالعظم ديالو باش غادي نصوبو بالمرق ديال الدجاج. كنوريكم الطريقه اشنو غادي ندير ليه. هنا بالنسبه للدجاج هانتوما كيف ما كتشاهدوا حيدته كامل، حطيته فوق هاد الصينيه ديال الالومنيوم باش ينشف ان شاء الله، وندهنوه بشويه ديال الزبده ولا السمن او مزيج ميلاتهم ما بين الزبده والسمن، ونحمروه في الفران. طريقه التحمار راه باين اليوم، غنحمروا في الفران ما عنديش الفرينه. هنا بالنسبه للبصله انا رجعتها تقريبا هاد 14 طير، 4 الحطات غنقول لكم فيها تقريبا واحد 3 كيلو ديال البصله، 3 كيلو ديال البصله، ما بين 3 كيلو 3 المهم 4 كيلو ديال البصله. انا خدمت بها الدجاج وخدمت بها اللحم، خديت غير منها غير 3 كركوبات، ولكن 3 كركوبات كبار يقدروا يجيبوا الكيلو صافي كافيه. هنا غادي بغيتوا تطحنوها بالهاشوار طحنوها، بغيتوا هانتوما بغيتوا ديروها جناوح بحال هكايا كتجي زوينه، كتاخذ شويه الوقت ولكن كتبغي الخاطر ونهار مهيله صافي. هنايا نغطيها باش نسرع عليها العمليه ديال التذواب ديالها، وانتم معنا ان شاء الله حتى نكملوا. هنا بالنسبه للزيتون كي قلت لكم الطريقه، خديت منه هذا الزيتون مسلاله، خديت لاصوص اللي طاب فيه الدجاج، لاصوص اللي طاب فيه الدجاج هانتوما كيف كتشاهدوا. هنا ضفت ليه واحد الضيفه حاشقه ديال السنيده، كيجي واحد الزيتون معسل منها. راه عندي طريقه ديال الزيتون مسلاله كيفاش كنصاوبو بالكمون والقزبر يابس والفلفله الحمراء والهريسه والحامض والقزبر والمعدنوس وزيت الزيتون. وهذا الطريقه ديال تموالين بكري كنا كنديروها الناس ديال العبده ديال بكري، كانوا بعد النوبات ملي كيكون لهم الزيتون حار او مالح كنغليوه جوج غليات ولا ثلاثه، كنحيدو منو ديك الجهه ديالو
وكنهزوا داك لاصوص ديال الدجاج وكنحطوه هنايا. هادي راه حتى بالنسبه للحم، الا كنتو مطيبين اللحم بالزيتون تاخذوا المرقه ديال اللحم وتضيفوا لها ديك الضيافه ديال السكر، راه ما كتبانش فيه ديك الحلاوه ولكن كتعطيه واحد كتقر يعني كتبدل ليه المذاق ديالو مليون في المية. جربوا هذه الطريقه وحكموا عليا وجاوبوني في الكومونتيرات، ما تحكموش عليا قبل ما تجربوا. باكم العبدي راه ما كيعطيكمش شي اسرار الا ما كنتش مجربها مليون في المية ومتاكد منها. هانتوما الزيتون، كنهزو غير الزيتون ما كنهزوش هاد المريقه، هاد المريقه راه تشهاو وتغمسوها بحدها بالخبز. شوفوا الزيتون مع السلي، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا. هنا هانتوما البصله، راني ضفت لها واحد القنيصات لان عندي ماشي عرس عندي غادي نقسم لاصوص، نطيح البصله والشيء الاخر نديرو مثلا قشاوش كيف مالف كندير لهم في نديرو في طنجره بحدهم. لا اليوم عندي غير البصله، طنجره وحده اللي خدام بها، لحت القنيصات بحدهم باش نسرع لهم العمليه ديال الطياب. وبالنسبه للكبده والعنيقات ها هما هي مسلوقين مقادين ما كيهزوش الطياب حتى الاخير، وغادي نضيفهم ان شاء الله بعد ما تعلق لي ديك البصيله. هانتوما البصله كي ولات شتوها، هي غادا كطيح مع التحرك المستمر ديما بشي حاجه ديال اللوح بحال هكايا ديال الخشب. باكم العبدي راه كيدور على السوفينتر، راه صادقتني ولكن الحمد لله الحال سخون والصهد، الدار مزموته، حال الباب ديال لاكور والشراجم والبيبان وشحال عندي من باب، راه باب واحد. المهم تيجو الشراجم فيهم الكرياجات، صافي هانتوما ان شاء الله حتى نكمل. هادي هي الطريقة بنات اليوم، ربعة الحطات هما هادو بثلاثة طيور، دوك جوج طويرات راكم عارفين كيبقاو زايدين. تقسم شي طاير يتهرس، ديما بنادم يدير السكر ما تعرفوش شنو كاين، يتزادوكم الناس لوليداتكم، تبغوا تذوقوا شي واحد، هذا الهدف. هانتو ما تحرقت ما والو، ها كنخلاش تحرق انايا، سيرتو لا كان عندكم داك الفورنو اللي بحال هذا، هذا واعر بالنسبه للفورنو اللي عندي انايا. هانتوما هذا راه داير بحال شكل الفرينه، حنا عاوريناكم. المهم صافي حتى غادا طيح شويه، وغادي نزيدها قلت لكم داك الزيت كتزيدوها تضيفوا لها الزيت النباتي صافي، وكنطفيو عليها نحركوها شويه بلا ما طلع داك الليدام. ها انتم هنا ولاو الفقاعات، هاد العقيق هنا ملي كيولي هاد العقيق يعني العمليه صافي راه ما بقاتش كتجالب ولات كدير العقيق، الفقاعات صافي راه بدات في المرحله ديال الطياب، بدات كتحضرها. ها انتم هادو هو اللي كان يقولوا لي الفقاعات كيقول لهم مالين بكري العقيق كتبدا تطلق في دابها. هنا بالنسبه للدغميره هانتوما كيف ما كتشاهدوا راني ضفت لها العنيقات والكبده وزتها الزيت النباتي، شوفوا كيفاش كتقلى. هنا البصله شربت يعني البصله ما بقاتش كتبان، ماشي كتحط فوق الدجاج بصله، لا كتحط تفايه دغميره. شو انا حتى التفايه عندي راه ما كنخلاش تبقى تبان البصله، خاصها تعلق تولي بحال داك التمر المعلق وما مشيطاش. الطنجره ما خصهاش تشيط، الا شيطت لكم الطنجره مشات. شوفوا هي طلقت ليدام ديالها، شوف هنا بدات كتطلق في ليدام ديالها، دابا هنا صبحت جاهزه للحطان. وملي كتكون عندي الكميه كثيره ديال الدجاج وعندي قوه الحطان مفرق ضروري ما كنخليها مطلوقه، لان كتبقى مع حدك تتسخن وهي تشرب وتتسخن وهي تشرب كتملاح. القاع الاخرين ديما كياكل الملح مع اننا ما كنديروش الملح، غير داك الحامض مصير والحامض خضار والسمن والزيت العود وكذا وهما كيعطوا الملح. اللي كيفوز كيفوز في الدغميره الاولى، الحطه الاولى، الا كان الحطان مجموع 20 طابله 14 طابله دغميره واحده، كان بنادم كيف دخلوا ب 10 طوابل ب 4 طوابل هذيك ضروري من الاخرين الله ما يمشي. حتى المذاق ديال حتى سميتو حتى الدغميره ما كتبقاش هي ديك مع ديك التخلويص ديال المغرب،
انتم باكم العبدي صافي هنا تلقتي دامه شتوها هنا كنقولوا تلقاتي دامه شوف الزيت اللي تلقات صافي هنا غادي نطفي عليها هنا غادي نطفي عليها صافي طفيت باش نوريكم تحت الطلب ديال العديد من الاخوات هذا الهدام ديالها هانتوما البصله ما كتبقاش تبان شوف والكبده راه ماشي كدوب عندي انا بالنسبه لي الاخ وبعض الاخوات كنلقاهم الكبده كيشدوها يبقى يعصدوا فيها راه كتمرر ديك البصله كتمرر الكبده خصها تاكل هكا طريفات الا يعني المهم كله والذوق ديالو كله اختياره في الطياب انا غير كنوريكم طريقتي وانتم لكم واسع النظر هانتوما غير باش تقولوا باكم العبدي راه ما كيزفطش عليكم شتوه ها ملي غادي نبغوا نسخنوا غادي تسخن كتهز الدغميره بيدامها هذا ما تخافوش منه لان الاغلبيه فيه زيت الزيتون فقط والسمن طبيعه مع العطريه هانتم انا دابا غنحولها لطنجره صغيره باش الناس ملي غادي يجوا يدوها مجموعه نتمنى انني نكون فدتكم هنا بالنسبه للدجاج انا حمرته في الفران كيف ما كتشاهدوا دهنته بالزبده ودخلته للفران كيتحمر كيف ما كتشاهدوا هنا الدغميره جمعتها في هذه الطنجره الصغيره صافي